الله الرحمن الرحيم. مهندس محمود سيد حسن شعبان الامين العام لحمل كم جميلك واختار رئيسك بمحافظه دمياط. انا يعني هذه المرحله انا مؤمن ايمان مطلق ان ما لا يصلح لها الا الفريق اول عبد الفتاح السيسي. ليه؟ لان احنا في مرحله منعدم انعدام كلي وجزئي، وبعدين المرحلة محتاجة راجل عسكري يقود البلد، هو عنده راجل عنده حنكة سياسية وبعدين عنده حنكة مخابراتية، والبلد عايزة أمن جامد، وهو عنده كل هذه الإمكانيات، وبعدين أعاد للإنسان المصري الهيبة بتاع الإنسان المصري والشخصية المصرية. يعني مثلا الفريق السيسي على سبيل المثال لما يطلبه أوباما عشان يتكلم معاه كذا مرة وما يسألش عنه، أو رئيس السفيرة الأمريكية لما حبت تيجي تسافر وجاي عايزة تسلم عليه برضك رفض إن هو يقابلها. اخي بالك دي كل الحاجات دي بترفع من قيمة الإنسان المصري. احنا عايزين الإنسان المصري قامته ترتفع، اللي احنا ما حسناش بمصريتنا إلا في عهد جمال عبد الناصر، رفع قامة الإنسان المصري الرجل ده اهو اللي هو الفريق أول عبد الفتاح السيسي ربنا يحفظه يا رب، هيعيد للإنسان المصري كرامته من تاني بل بأقوى وأقوى وأقوى. ليه؟ لأنه بيجمع بين شخصية الرئيس جمال عبد الناصر وبيجمع بين الحنكة السياسية للرئيس محمد أنور السادات. فطبعا احنا محتاجين، مصر محتاجة راجل زي ده. مصر الوقت بتخترق أمنيا من جميع بلاد العالم، مصر الوقت فيها كذا طابور قاعد بيشتغل فيها في مصر التفجيرات دي. ده مصر بتحارب الإرهاب العالمي، ما بتحاربش إخوان المسلمين. إخوان المسلمين ايه ده؟ إخوان المسلمين ده ما هو إلا فرع من الفروع الصغرى جدا 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 من الإرهاب العالمي اللي هو للماسونية، لان هو الهدف هدف ماسوني صرف اللي هو تقسيم البلاد، تغيير المنطقه ومعالم المنطقه والهويه المصريه، تغيير العلم المصري الى علم نجم داوود، والمنطقه العربيه كلها تتغير الى هذا الحد. فطبعا الحاجات دي كلها لا يصلح لها الا اذا كان في رئيس قادر على انه يتصدى لهذا العمل وعنده حنكه وعنده قياده وعنده مقدره انه يؤدي الامر بالاقتحام او الضرب في اي لحظه، محدش يقدر يقول له لا.